يقول السائل: ما هو الفرق بين النصيحة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا سيأتي إن شاء الله في آخر الحديث. نصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء، ليس بينهما فرق. نصيحة والأمر بالمعروف النهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من النصيحة، النصيحة أعم. نعم.